السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الأفاضل، تحية طيبة لكم جميعا. طبعا في الفيديو اللي فات أنا قلت لكم إن شاء الله بعد ما الطلاب يردوا على الاختبارات هيبقى نزل فيديو خاص بكيفية تنزيل الردود والطريقة الصحيحة لتنزيل الردود من على جوجل فورمز، كمان اللهم صل على سيدنا محمد، كيفية التعامل مع هذه البيانات في ملف الإكسل، وكيفية تنظيم بعض البيانات أو عمل بعض الأمور المهمة في الإكسل. تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ. أنا عندي هنا اختبار، الاختبار ده الطلاب ردوا عنه، تمام، أجابوا عنه. طبعا أول ما ندخل على الاختبار ندخل على الردود. وبالنسبة يا جماعة للناس اللي كانت بتسأل على كيفية اغلاق الردود، اغلاق الردود من هنا بسيطه جدا، يعني هي بتكون معموله كده، انت بتخليها ايه كده عشان تكتب، تخليها عدم قبول الرد كده، خلاص انت اكتفيت. مثلا مخلي الاختبار من الساعه 5 للساعه 6 فقط، وعايز تقفل الردود لاي حد هيبعت تاني، فتضغط عليه تخليها زي ما هي كده. وفي هنا كمان رساله للمستجيبين، يعني مثلا هو طبعا اي حد هيدخل على اللينك بقى تاني هيقول له الكلام ده، هيقول له لم يعد هذا النموذج يقبل الردود. لو انت عايز تكتب اي رساله غير الكلام ده بتكتبها هنا عادي، تقول له مثلا لقد كان هذا الاختبار ما بين الساعة 5 والـ6 فقط، يمكنك الاختبار مثلا في وقت لاحق، براحتك خالص لو عايز تكتب هنا. كمان يا جماعة عندنا حاجة مهمة جدا بقى، شوية الإحصاءات البسيط دول هنتكلم عنهم سريعا، لأن بصراحة إحصاءات مهمة جدا وبتوفر على الواحد كتير بصراحة. يعني أول حاجة هنا عامل إحصاء عن إجمالي النقاط. الإحصاء يا جماعة كله عبارة عن التكرارات، يعني الإحصاءات كلها بتوري لك التكرارات والفروق بينها. هنا مثلا لو جينا وقفنا السهم هنا ويقول لك ان الكاونت واحد، يعني طالب واحد جايب 5 درجات، هنا واحد برضو جايب 6 درجات، هنا طالبين جايبين 9، وهنا وهكذا، وهنا 32 طالب جايبين 13 درجة، وهي الدرجة النهائية. طبعا ده بيخليني اعرف شكل الاختبار كان ايه، او درجات الطلاب شكلها عامل ازاي. بعد كده اسم الطالب يعمل لك رسم بياني باسم الطالب. المفروض ان اسم كل طالب موجود هنا برد واحد، ولكن طبعا الطلاب اللي ردوا اكتر من رد هتلاقيهم هم العاليين دول، هم دول اللي ردين اكتر من رد. يبقى انت لو جيت تعد دول كده طبعا مش هتلاقيهم 60 رد. ليه مش هتلاقيهم 60 رد؟ لان في بعض الطلاب مجاوب اكتر من مره. يبقى لما هتحسب كده هتفضل ماشي وتعد الطالب اللي مجاوب مثلا 4 مرات، تحسبه 4 مش واحد بس، وبالتالي هتفضل ماشي في الردود هتلاقيهم 60 رد. الفصل، وطبعا هنا المفروض كان طبعا فصل 7A و7B و7C بس هم اللي بيختبروا، لكن طبعا حصل كل ده ليه؟ لان كل طالب بيكتب الصف بطريقه مختلفه. يعني شوف واحد هنا كاتب 7C ازاي، وهنا واحد كاتبها ازاي، وهنا واحد كاتبها بالعربي ومره، يعني طبعا الحاجات دي هي اللي بتخلي لك يقول لك كم طالب كتبوا بالشكل ده في طالب واحد، طب كم طالب كتبوا بالشكل 7A، شوف دول 15 وهكذا. فكان المفروض من البداية أصلا إن نخلي الفصل سؤال اختياري، يعني قال خلي سؤال اختياري 7A و7B و7C، لكن طبعا عشان الموضوع بسيط زي ما أنتم عارفين، كمان حل أصلا أي مشكلة زي كده برضه هيبقى بسيط، فالواحد يعني مش في دماغه. يعني ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يأتي. دي بقى دخلنا في الأسئلة، سؤال الصح والخطأ. هتلاقي طبعا الصف وده العمود، دي الصفوف بتبقى هنا، ودي العمدان بتبقى هنا، اللي هي الصح والخطأ. أول سؤال تربط شبه الجزيرة العربية 3 قارات، هتلاقي اللي مجاوبين على صح 58 طالب بنسبة 96.7%، واللي مجاوبين خطأ طالبين بنسبة 3.3%. ده الصف الأول أو السؤال الأول. لو دوست على السهم كده يدخل لك على السؤال اللي بعده، بيقول لك اضطراب الأوضاع في شبه الجزيرة القطبية بسبب النزاعات، هتلاقي هنا الصح والإيه والخطأ. طبعا علامة الصح دي معناها دي الإجابة الصحيحة. وهكذا لنهاية. طبعا بعد كده بيدخل في السؤال اللي بعده اللي هو سؤال ايه؟ سؤال الاختيارات. سؤال الاختيارات، كانت الهجرة إلى الحبشة في السنة، جايب لك برضو الاختيارات، هي الثلاث اختيارات اللي احنا كنا حاطينهم، وجايب لك الإجابة الصح، حاطط لك جنبها صح، وبقول لك إن دول 54 طالب بنسبة 90%، ونفس الحكاية. تعالوا بقى نرجع للموضوع المهم بتاعنا، إن احنا إزاي ننزل الردود. طبعا يا جماعة في طريقتين لتنزيل الردود، طريقة أنا لا يعني أحبذها أبدا، وطريقة أخرى هي الطريقة الأصح، أو هي الطريقة أصلا الصحيحة. تعالوا نشوف الأول الطريقة الأولى، عشان برضو ممكن العلم بالشيء ممكن تضطر لنا الظروف إن احنا نستخدمها، الواحد يكون برضو عارف كل حاجة. هندوس هنا على الثلاث نقاط، وهتقول تنزيل الردود سي اس في، بصيغة سي اس في. هتنزلها هتلاقيها نزلت لك، أول ما هتضغط هنا على طول هتنزل مباشرة
وطبعا انا كنت منزلها وجاهزه عشان الفيديو ما يبقاش طويل، موجوده هنا اهي، تعالوا نفتحها ونشوف ايه اللي هيحصل. اه فتحت بالشكل ده. ليه فتحت بالشكل ده يا جماعه؟ لان اولا الملف نازل سي اس في، ثانيا صعب ان الاكسل يتعرف بسرعه على البيانات دي او يعرف يترجمها للغه الصحيحه. ولذلك الطريقه الصحيحه لفتح الملف لما تنزله بالطريقه دي، هتقفل ده كده خالص تمام، وهتفتح ملف جديد زي ما تعمل مثلا كده، وتقول له نيو فولدر، وتقول له مايكروسوفت اكسل ورك شيت، طبعا ده جديد جاهز برده عندي، ده ملف جديد. لو ملاحظين هنا في الايه في الناحيه دي، بصراحه انا بفضلها تكون في الناحيه دي عشان يعني يبقى معدوله شويه، يبقى تحسس ان الايه الورقه معدوله. فهترجع هنا، هترجع لتخطيط الصفحه تمام، وهتختار ورقه من الياسمين الى اليسار، تعدلها انت من اليسار الى الايه اليمين، هتبقى بالشكل ده اي بي سي كده، تحس ان الملف معدول. المهم هتبدا بقى تروح فين عشان يفتح الملف، هتقول له بيانات، تضغط على بيانات، وبعدين احضار بيانات خارجيه، وبعدين من نص، هيبدا يفتح لك صفحه ويقول لك النص ده مكانه فين، تضغط على الديسك توب. طبعا انا كنت منزله على الديسك توب، وادي الاختبار موجود. هيجيب لك بقى طبعا القايمه دي، هنا هتختار ايه، اللهم صل، ايوه هتختار محدد، تعدد محدد، وبعدين طبعا هتقول له تحتوي البيانات على رؤوس، لان في رؤوس للعمدان، وهتقول له التالي، وطبعا هتخليها هنا فاصله، وايه كمان بس كده تمام. طيب وهنا تمام، هتقول له انهاء، وتقول له موافق. اه ليه بدا من هنا؟ ليه ما جابهاش من اول هنا؟ لان انا كنت حاطط الماوس، لو ملاحظين انا كنت حاطط الماوس هنا قبل ما اجيب مين؟ البيانات. لو انا كنت حاطط الماوس هنا، او لو انا ما ضغطتش على اي حاجه خالص، هيجيبها لي من اول هنا كده ملف عادي خالص بالشكل ده تمام. طيب تعالوا نشوف هو نزل لنا ايه. نزل لنا اهو ادي الطالب واجمالي النتيجه بتاع الطالب. طبعا ده جايب 13 من 15، 15 من 15، 11 من 15، وهكذا. وده اسماء الطلاب، وعندنا هنا النتيجه، وطبعا بعد كده بيبدا لك في الاسئله سؤال سؤال. لكن بصراحه هذه الطريقه طريقه يعني انا بينزل اولا فيها اخطاء، لان تحتاج وقت شويه عشان تقعد تظبطها وتعرف البرنامج عليها بالظبط، بتحتاج وقت. كمان طبعا الاخطاء اللي بتنزل فيها مش بتنزل في الداتا يا جماعه، مش بتنزل في البيانات، لكن لا اخطاء بتنزل في تنسيق البيانات دي. تعالوا بقى نشوف الطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه هتضغط هنا على نفس الثلاث نقاط وتقول له ايه، تقول له تحديد وجهه الرد، تحديد وجهه الرد. بعد ما هتدوس على تحديد وجهه الرد هيجيب لك الجدول ده او النافذه دي، هتختار وتقول له انشاء تمام. طبعا لو ضغطت انا هنا دلوقتي على جدول البيانات هذا حاليا، لان انا كنت عامله قبل كده، هتدوس انت على هنا على طول هيبدا يدخل لك على الجدول. يعني لو دوست على هنا هيدخل لك على الجدول، ولو دوست على انشاء هيعمل لك انشاء ويدخل لك على الجدول تحت اي وضع هيدخل على الجدول. طيب وفي حاجه اسهل كمان، انت تضغط هنا وهيدخل لك مباشره ايضا على جدول بيانات، طبعا مكتوب مشاهده الردود في جدول بيانات، تضغط عليها هتشوف على طول، هيفتح لك على طول الردود اللي هي دي، هيفتح لك صفحه بالشكل ده. يعني اكسل بالظبط زيه زي الاكسل اللي عندك، ولكن طبعا مش بكامل المميزات اللي فيه. طب سؤال، هل احنا ممكن نشتغل على الاكسل ده وخلاص، ونخلي كل شغلنا على الاكسل ده، وكل ما ندخل هنا وكل ما ندخل هنا هنقول له ايه؟ عادي هنضغط على الجدول اللي هو المكان ده وهيدخل على الجدول عادي تمام، وهيبقى تمام. هل ينفع ده؟ اه طبعا ينفع، ما فيهوش اي مشكله خالص، ولكن الواحد دايما بيحب انه يخلي ملف عنده ثابت على الجهاز، يبعته لحد بسرعه لو النت عطلان، لو حصل مشكله. لا بصراحه الافضل طبعا انك تنزله عندك في ملف اكسل. دلوقتي يا جماعه اول حاجه، اول ما ندخل في الملف ده هنلاقي مشكله بسيطه. ايه هي المشكله؟ المشكله هنا لو انت ملاحظ هنا جايب لك 13 من 15، 15 من 15، ودي هتعمل لنا مشاكل بعد كده في الاكسل لما نيجي نعالجها او نيجي نعملها ندخلها في اي معادله. يبقى احنا لازم نخلص من 15 الثانيه دي. هنعمل ايه كمان عشان نخلص؟ كمان في مشكله ثانيه، هي مشكله الخطا والصح. الخطا والصح دي مش هيقدر يفهمها الاكسل، او بمعنى اصح مش هعرف اشتغل عليها. انما انا بشتغل على ارقام، انا عشان اشتغل على المعادلات بعد كده هشتغل على ارقام، يبقى لازم ده كله يتحول لارقام. تعال نحل المشكله الاولى، هتضغط هنا على النتيجه تمام، وهتيجي هنا عند الواحد اثنين ثلاثه اللي مكتوب عندك دي، تضغط عليها وهو هنا عامل لك تلقائي. يعني ايه تلقائي؟ يعني هيقرا على حسب ما الجهاز يشوفه. يعني انت لو خدنا يا جماعه ده كده، يعني لو خدنا ده كنترول سي
تمام، وجينا خدناه في اي ملف اكسل كنترول في، تخيل هيقراها ازاي. هيقرأ مثلا 11 15 11 دي هيقرأ انها تاريخ، هتلاقيه كاتب لك 15 نوفمبر تمام، كذلك هنا 15 نوفمبر، كذلك هنا مثلا 15 ديسمبر. ليه؟ لان انت عاملها تلقائي، هيقرأها على حسب ما هو شايفها. لو انت بصيت للتاريخ اللي عندك في الجهاز من تحت، بص كده هنا في التاريخ، في خانة التاريخ هنا، هتلاقي ايه؟ نفس تركيبة التاريخ. اما لو انت عندك التاريخ مختلف، يعني مثلا السنة هي اللي في النص، واربعة دي على اليسار، وسبعة على الشمال كده، مش هيقرأها ايه؟ تاريخ. المهم احنا عشان نسيبنا من التلقائي ده خالص، هتضغط على هنا على 1 2 3 دي، وهتختار نص. برضه لا، نص ما ينفعش. عارف ليه ما ينفعش نص؟ لان الاكسل بعد كده هيتعامل مع النص ده، واحنا مش عايزين نتعامل مع نص. لو اتعامل مع نص هيتعامل معاه كانه كلمه، يعني مثلا زي كلمه احمد. لو الاكسل شايف كلمه احمد دي ينفع يدخلها في معادله؟ طبعا هيقول لك لا، انا ما اعرفش، دي كلمه، انا شايفها كلمه، فبالتالي مش هيعرف يدخلها في معادله. يبقى احنا لازم نخليها رقم، عشان بعد كده لما نيجي نستخدمها في الاكسل نعمل فيها اي معادله يبقى الامور صحيحه. اول حاجه هتدوس على رقم دي، هتلاقيها اتحولت لكده تماما. بعد كده هتلاقي علامات عشريه ظهرت. انا مش عايز علامات العشريه دي عشان ما تلخبطنيش، وكمان الشكل يبقى واضح قدامي. هدوس على شايف، دي بتقلل المنازل العشريه ودي بتكتر المنازل العشريه. طبعا احنا هنقلل المنازل العشريه، قللنا منزل عشريه واحده اهو لو واخد بالك، وقلنا المنزل العشريه الثانيه، اصبح كده رقم ايه؟ ممتاز وسهل وجميل. تعالوا بقى ننزل، وبعد كده يبقى نعالج المشكله الثانيه. عايزين دلوقتي ننزله على في ملف اكسل. في والله عندك طريقتين. اول حاجه انك هتضغط هنا كده تمام، وبعدين كنترول شيفت يمين. يعني ايه كنترول شيفت يمين؟ يعني بيحدد لك كل حاجه لحد اليمين. كنترول شيفت وسهم يمين من الكيبورد، السهم اليمين تمام. وانت دايس على كنترول شيفت في نفس الوقت اضغط على السهم اللي تحت، هتلاقيه نزل لك ايه؟ حدد لك اخر البيانات من تحت. يبقى اذا كنترول مع شيفت بتحدد لك كل البيانات. بعد ما حددت كل البيانات كده، ممكن تاخدها طبعا نسخ ولصق على الايه، وبعد كده تدخل على ملف الاكسل وتعملها لصق هناك. اهي كنترول شيفت ملف يمين وشمال، وتيجي هنا كده هتدوس نسخ، وتروح في اي ملف اكسل جديد وتفتحه وتقول له لصق. وطبعا تقف ملف الاكسل هناك على المكان ده بالظبط وتقول له لصق. ليه؟ عشان يجيب لك مظبوط، ما يجيبلكش البيانات في نص الصفحه عشان ما تتلخبطش. الطريقه الثانيه يا جماعه، وهي الاسهل طبعا، بس انا هجيب لكم كل الطرق عشان لو مثلا انت عايز تاخد مجموعه من البيانات معينه، مش عايز تاخد ملف كله. الطريقه الاسهل هتقول له هنا ملف، هتضغط على ملف وهتدوس على تنزيل ومايكروسوفت اكسل. يبقى كده هينزل لي البيانات بنفس ملف اكسل. يبقى انا كده هو فاهم انه نزلها على ملف اكسل، هيوديها بنفس التنسيق بتاع الاكسل. يبقى الاكسل لما يقراها هيقراها بيانات صحيحه. هتضغط هنا هيبدا ينزل لك مباشره الملف. طبعا هو مفتوح عندي وجاهز. بعد ما هينزل لك هتفتحه، هتلاقيه بالشكل ده تماما، هتلاقيه بالشكل ده، هو نفس الشكل اللي كان موجود على النت. ده كده ملف الاكسل اللي احنا نزلناه تمام. طيب عايزين بقى نعالج المشكله الثانيه دي اللي هي خطا وصح. المشكله بسيطه يا جماعه. انت اول حاجه هتعلم كده وتدوس كنترول اتش. يعني ايه كنترول اتش؟ يعني استبدال. الاستبدال دي بتكون موجوده دايما عندك في هنا في الـ في الـ في الـ فوق هنا في المكان ده تمام. هتلاقي الاستبدال موجود عندك، ممكن تختاره بايدك، او انا طبعا مش شايف دلوقتي، انا مش متعود اصلا ان انا اجيبه بالماوس كده على طول، انا متعود اجيبه كنترول اتش. هتلاقيه عندك اما تدوس عليه بالماوس او انك تدوس كنترول اتش وتجيبه على طول. طيب عايزين نقول له ايه؟ عايزين نقول له كلمه خطا، تكتب هنا خطا حولها لي. طيب معلش يا جماعه نسيت اقول لكم، انا عندي هنا السؤال ده، انا عارف ان الاجابه الصح فيه خطا، الاجابه الصح هي خطا. طبعا ازاي؟ طبعا انا مش شايف اصلا السؤال نفسه، ازاي اشوف السؤال؟ هشوف السؤال، اقف الوقفه دي كده، اول ما السهم يبقى شكله كده ادوس مرتين ورا بعض، هيبدا يتسع لكامل البيانات اللي موجوده في الخليه. بعد ما اتسع لكامل البيانات اللي في الخليه، انا كده عرفت ان السؤال ده اجابته الصحيحه هي انك الطالب يكون جاوب خطا. يبقى اذا الخطا ده هخليه يستبدل بواحد، كنترول اتش، واقول له كلمه خطا دي استبدلها بكام؟ بواحد. واقول له استبدال الكل، بس لازم تكون معلم على الصف، خلي بالك، لازم تكون معلم على الصف. تمام؟ تمام. طيب، بعد كده الصح دي هنعمل فيها ايه؟ الصح دي ما تغيرهاش دلوقتي خالص، سيبها دلوقتي حاليا.
بعد شوية هقول لك تعمل فيها ايه. تعال السؤال اللي بعده، الإجابة هنا هي الصح، يعني الطالب اللي جاوب صح هنا هو اللي إجابته صحيحة، يبقى هضغط على العمود وأقول له كنترول اتش وأقول له هنا بقى لا الصح هي اللي تغيرها لي بإيه؟ بواحد. يبقى الصح غيرها لي بإيه؟ بواحد. تمام، وهكذا إلى نهاية الملف. تمام، مش هياخدوا معاك حاجة. طب والصح دي في الآخر هنعمل فيها إيه؟ أنت في الآخر هتدوس كنترول اتش وهتقول له الصح استبدلها لي بصفر أو بلا شيء، وبعد ما تخلص الصح تحولها لخطأ وتقول له استبدلها لي بلا شيء أو بالصفر. يبقى إذن أنت إيه، خلصت من موضوع الصح والخطأ في الملف كاملا. بعد كده يا جماعة عايزين بقى نعمل شوية شغل خاصين بتنظيم البيانات على الإكسل. بصراحة أنا شايف إن إحنا ندخل على ملف جديد أحسن عشان نعرف نشتغل شوية ويكون الأمور واضحة عندنا وظاهرة. خلي بالك بس يعني هو شايف البيانات ماشية معاك، الأسئلة فوق وهنا الصفوف بتوضح لك الدرجة وماشية كده باستمرار. تعالوا نشوف في ملف جديد. الملف اللي احنا كنا فاتحينه جديد ده، تمام. وتعالوا كمان ناخد أول حاجة نغير الصفحة دي نخليها معدولة شوية. أيوة نخليها كده. وتعالوا ناخد هنا يا جماعة البيانات دي عشان نشتغل عليها. طبعا الطبع الزمن ده يا جماعه يعتبر اللي هو وقت ما الطالب ما ارسل وكلام من ده مش هنحتاجه احنا خالص، احذفه تماما. خد انت بس النتيجه كنترول شيفت وسهم تحت يجيب لك كل الايه البيانات. تمام، طيب هتقول له كنترول سي وهتروح هناك هتقول له كنترول في. تمام. طيب بعد ذلك هنعتبر بقى ان الطالب، تعالوا نوسع دي كده شويه هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. احنا هنا هنعتبر ان الطالب ده مثلا جاوب على كل على مثلا اجابه الصح والخطا كلها اجابات صحيحه مثلا. تمام، والطالب اللي بعده نفس الحكايه. طيب وعايزين كمان نخلي الطالب ناخد بقى كنترول سي يعني نسخ، وهنا هنقول له لصق عشان بس نوفر الايه المجهود شويه ونوفر الوقت. تمام، طيب بعد كده يا جماعه بعد ما خلينا كده يعتبر شكل زي الشكل الاختبار اللي كان موجود عندنا ده اللي انا عايز اعمله. انا عايز دلوقتي اجمع درجات الطلاب في الصح والخطا في عمود لوحده اسمه درجات الصح والخطا. هنا هعمل ايه؟ في اكتر من طريقه. تعال نشوف الطريقه الاسهل وبعدين الطريقه الصعبه سنه وبعدين نشوف الطريقه الاسهل. اول طريقه سهله هتقول له يساوي. تمام، ودي معادله عاديه خالص، معادله بسيطه جدا. هتقول له يساوي ايه بقى؟ يساوي وتدوس له على الخليه دي زائد وهكذا. وتدوس له انتر، جاب لك مجموع الخلايا. طيب عايزين نتاكد ان ده مجموع الخلايا فعلا. تعالوا نغير في مثلا في الخانه دي نخليها مثلا 5، ادوس له انتر خليها 12. يبقى اذا فعلا هو بيجمع عدد الخلايا اللي انا حددتها دي. يبقى اذا لو عملت مع كل طالب كده هيجمع لك كل درجات الطلب. طب هل الصفوف الباقيه هنقعد نعمل فيها نفس الحركه؟ لا طبعا مش محتاج. انت هتدوس على الخليه دي وتقف بالسهم هنا كده، اول ما يظهر بالشكل ده هتروح نازل لتحت يطبق نفس الكلام على بقيه الصفوف. طب تعالوا نتاكد كمان هنا ونخلي دي صفر. الطالب هنا مثلا اجاوب اجابه خاطئه وادوس له انتر حولها لسبعه. يبقى اذا الاجابات تمام. هل في طريقه اسهل؟ طبعا في طريقه اسهل. تعالوا نقف هنا مثلا في الخليه دي. لو احنا دلوقتي يا جماعه عندنا صف طويل مثلا 60 خانه 60 عمود او 70 او 200 عمود، هقعد افضل ماشي على الخلايا واقول له زائد كده زي ما انا ما عملت؟ لا، الموضوع اسهل من كده. انت هتدوس هنا في الخليه دي وتعالوا نقول يساوي صم. يعني ايه صم؟ دي داله الجمع ودي من اسهل الدوال طبعا الموجوده. وتفتح قوس يقول لك صم مين؟ انت عايز تجمع مين؟ قول له عايز اجمع الشويه دول وروح ماشي بيهم كده على طول بالتعليم عليهم. انت ماشي بالماوس كده مره واحده علمت عليهم، اقفل بقى القوس ودوس له انتر. جمعهم بقت 7 اهو. طب ايه الدليل؟ تعالوا
تعال نغير مثلا في دي، اتقلبت 8. يبقى اذا الخانه دي هي اللي هتجمع لي عدد الصفوف دي. وطبعا لو في هنا بيانات تانية في المكان هتنزل بنفس الحكايه كده، هتلاقي كل الايه الخانات اللي تحتيها. تحتيها طبعا هو بيجمع للصفر لانه بيجمع اللي قدامه، تمام، يجمع اللي قدامه ده بيلاقيها ايه صفر. تعالى يا جماعه نشوف كده، احنا عرفنا ازاي نقدر نجمع درجات الطالب في السؤال الواحد، السؤال الصح والخطا، وبعدين هتبدا هنا في السؤال الاختياري وتجمع درجات الطالب في الاخر. يبقى انت عارف درجات الطالب في مثلا الصح والخطا كام، ودرجه الطالب في الاختياري كام. وطبعا الموضوع ده مش بس على المثال ده، لا انت براحتك بقى اشتغل براحتك خالص، انت ممكن تالف وتعمل اي شغل انت عايزه. طيب عايزين نعمل حاجه كمان كويسه تانية، تعالوا نكبر شويه كده الدرجات دي. عايزين طبعا الدرجه هنا من 15، عايزين نخلي الطالب اللي جايب اقل من 7 يكتب قدامه راسب، والطالب اللي جايب اكتر من 7 يكتب قدامه ناجح. ازاي هنعمل الكلام ده يا جماعه؟ هنا بقى طبعا هنستخدم القاعده الشرطيه اف، تمام، ودي اسهل قاعده، يعتبر من اشهر القواعد البرمجيه. هنكتبها ازاي؟ الموضوع بسيط جدا. هتقول اف، معلش، هتقول يساوي اف، طبعا قبل اي داله لازم تحط يساوي، قبل اي داله تحط يساوي، وبعدين تفتح قوس اف ايه. احنا عندنا يا جماعه طبعا في اللغه الانجليزيه او في الشرط، في حتى في اللغه العربيه بيكون الشرط وجواب الشرط بس، يعني ان ذكرت ستنجح بس. لكن في القواعد البرمجيه اف عباره عن 3 حاجات: الشرط نفسه وجواب الشرط واذا لم يتحقق الشرط. يعني انا هقول له اذا ذكرت المذاكرة يبقى ده الشرط، تمام؟ ستنجح، يبقى لو ذاكرت هتنجح، طب ولو ما ذاكرتش يبقى مش هتنجح، يبقى مش هتنجح دي هي الحاجة الثالثة اللي موجودة هنا لازم تحطها. اف ايه؟ اف هقول له اف الخانة دي، أهو شوف أول ما بتدوس عليها بيكتبها لك على طول، أكبر من، معلش، أكبر من اف الخانة دي أكبر من 7، وأحط له كوما. الكومه دي اللي هتفصل الشرط عن جواب الشرط عن اذا لم يتحقق الشرط. احط له كومه، اف الـ A2 اكبر من 7 اكتب لي بين قوسين ناجح، اكتب لي بين قوسين ناجح. طيب واذا لم يتحقق هذا الشرط، يعني لو هي مش اكبر يعمل ايه؟ يكتب ايه؟ هتدوس له كومه، طبعا الكومه قلنا هي اللي بتفصل، واكتب لي بين قوسين راسب، وتقفل القوس الصغير، وبعدين تقفل القوس الكبير اللي انت كنت فاتحه بتاع المعادله نفسها، بتاع معادله اف نفسها، وتدوس له انتر. هنا كتب لك ايه؟ ناجح، لان الطالب ده جايب كام؟ جايب 13. تعالوا كده طبعا هنمشي على كامل الطلاب لحد هنا مثلا، ونشوف الطلاب دول ناجحين ولا راسبين، كله ناجح. طب تعالوا كده نغير في درجه الطالب اللي واخد 11 ده، نخليها مثلا 3، نقول له انتر. حولها لي لايه؟ لراسب، لانها اقل من 7. طب تعالوا نحطها كده مثلا 6، دوس له انتر، برضه راسب. ليه؟ لان 6 اقل من 7، وهكذا تفضل ماشي لحد نهايه الملف، تمام، وبالتالي هيبقى هيكتب لك قدام كل طالب ناجح او راسب. طبعا معادله اف هنا يا جماعه ليست فقط عشان بس الموضوع ده، لا انت طبعا تستخدمها براحتك بقى، لكن عايز برضه انبه لحاجه. احنا هنا حطينا ليه بين قوسين؟ لان بين قوسين لان هو عايز افهمه ان ده نص، انا عايز افهمه. طبعا اي قيمه يا جماعه، اي خليه هنا بتلاقيها فين؟ بتلاقيها هنا، تمام؟ اي خليه بتلاقي، معلش احنا كده لعبنا في الداله، اسكيب. اي خليه، اي خليه بتضغط انت عليها هنا بيجيب لك ايه؟ يعني مثلا الخليه دي بيقول لك ان الخليه دي بتشمل المعادله دي. طب الخليه دي تشمل 1 ما فيهاش اي حاجه. طب الخليه دي بيقول لك صم، دي معادله صم بيجمع من سي 6 لجي 6، من سي 6 الى ايه؟ فين سي 6؟ ادي سي 6، هي الخليه دي سي 6 اهي، ادي السي وادي ال 6 لحد جي 6 لحد هنا بيجمع. ايضا يا جماعه المعادلات كتيره جدا، عندك معادله افريج، يعني مثلا لو احنا عايزين نعرف اكبر رقم في الارقام دي بتقول له مثلا ص بتساوي، يساوي، لا مش افريج معلش، يساوي مثلا ماكسيمم،
اللي هي اختصار ماكس دي، تمام، ويفتح لك قوس قول له انا عايز الماكسيمم بتاع الشويه الايه الخلايا دول، وتقفل القوس وتقول له انتر. قال لك ان اكبر رقم في الشويه دول هو الاثنين، تمام. طيب لو انا عايز اجيب المينيمم نفس الحكايه، لو عايز طبعا ده بتستخدمه فين؟ مش تستخدمه هنا بقى، بنستخدمه مثلا هنا. انا عندي دلوقتي مثلا 2000 طالب، 2000 طالب مجاوبين، وعايز اعرف الطالب مين اقل طالب جاب، اقل طالب جاب كام، واحد ولا اثنين ولا جاب كام. ادوس عليها، طبعا في الحاله دي استخدم مينيمم يساوي من اهو اللي هي مينيمم دي، تمام. طبعا تكتبها بنفسك على طول وتفتح القوس، مش لازم انت تضغط عليها مرتين، وتفتح القوس وهجيب له اقول له من هنا كده، وبعدين كنترول شيفت سهم تحت هيحدد لي كامل البيانات، يبقى قال لي من نمبر كذا لنمبر كذا، وبعدين اقفل القوس واقول له انتر، هيجيب لي اقل ايه درجه في الدرجات، وهي تقريبا اتوقع السته، تمام، اللي هي اقل درجه في الدرجات اللي احنا حطيناها دي، وهكذا. اهو المعادله من الاي 2 للاي 91 لان هم حوالي 91 طالب. طبعا يا جماعه والله كان في حاجه كتير جدا عايز اقولها، لكن بصراحه انا حاسس ان الفيديو طول جدا. ان شاء الله لو في اي حاجه انتوا عايزينها، او في اي حاجه خاصه بالاكسل عايزين تكلموني فيها، او عايزين وقفتوا اي مشكله كلمونا، وان شاء الله باذن الله تعالى انا هرد عليكم ان شاء الله. والى هنا قد انتهينا يا جماعه من الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.